أهلا بكم. عانت جدة لسنوات من نقص في إمدادات المياه الواردة إلى أحيائها بسبب أعمال الصيانة في محطة الشعيبة لتحلية المياه والتي تورد وتضخ المياه إلى محافظة جدة، مما أجبر شركة المياه الوطنية إلى تبني مشروع استراتيجي لبناء مجموعة من الخزانات والتي استطاعت من خلالها الدخول إلى موسوعة غينيس كأكبر مشروع للخزن الاستراتيجي في العالم. في حلقة هذا الأسبوع من المشروع نتابع هذا المشروع، فأهلا ومرحبا بكم. عانت جدة من انقطاعات في إمدادات المياه في بعض الأوقات، وفي نقص في كميات المياه في أوقات أخرى، وذلك لأسباب عدة. ومن هنا قامت شركة المياه الوطنية بعمل دراسة بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية بهدف وضع حلول مستدامة من أجل التقليل من آثار تلك الانقطاعات على العملاء واستيعاب آثارها حتى تعود كميات الضخ إلى وضعها الطبيعي، بما يساهم في دعم منظومة الأمن المائي وتأمين إمداد المياه خلال الانقطاعات والتوقفات المفاجئة للمحطات. وكشفت هذه الدراسة الحاجة الماسة لإنشاء خزانات استراتيجية احتياطية تكفي لتوفير المياه لجدة حسب المعايير العالمية. دافع الأساسي لإنشاء مشروع خزان استراتيجي في شركة المياه لمدينة جدة هو توفير المياه لسكان مدينة جدة، وذلك لاعتماد مدينة جدة بحكم طبيعتها الساحلية على إنتاج المياه من المؤسسة العامة لتحت المياه المالحة، سواء في مدينة جدة أو الشعيبة. في 2011 صار في صيانة وانقطاع محطة التحلية، وتعرف مدينة جدة تتغذى على محطة التحلية، فصار في مشاكل عندنا في الوايتات بين المواطنين وعدم حصولهم على المياه. وكان في حال وجود أي أعمال صيانة أو أعطال طارئة أو لا سمح الله انكسارات في خطوط النقل، يؤثر ذلك مباشرة على مدينة جدة وسكان مدينة جدة من حيث توفير كميات المياه لديهم بسبب ضعف إنتاج المياه الجوفية في مدينة جدة. فلذلك لابد من وجود خزن استراتيجي يعوض النقص من مياه التحلية عند حصول أي صيانة طارئة أو صيانة لا سمح الله مفاجئة. الهدف الرئيسي هو توفير الأمن المائي لسكان مدينة جدة، نستطيع نلخصه بهذه الجملة. فبعدها الحقيقة أبدت حكومتنا الرشيدة في التخفيف على معاناة المواطنين وخادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهده الأمين سمو ولي العهد، وكذلك أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل ومحافظ محافظة جدة أمين مشعل بن ماجد، لهم اهتمام كبير في هذه القضية. وبالتالي تم محورة هذا المشروع في 2011 وبدأت فكرته ورصد الميزانيات التي تحتاجها في تنفيذ هذا المشروع. بدأنا في مرحلة التخطيط في 2012 وعمل المخططات الهندسية، وبدأنا في عام 2013 التنفيذ. موقع المشروع شرق محافظة جدة تم اختياره وفق مواصفات وضعت بدقة، وذلك لضمان الاستفادة القصوى منه. الغرض من اختيار المنطقة هو فني اقتصادي، وذلك لوجود بريمان على منطقة مرتفعة في مدينة جدة، مما يوفر المصاريف التشغيلية لاحقا لهذه الخزانات. واخترنا الحقيقة موقع بريمان لثلاثة أسباب. السبب الأول أنه مكان مرتفع جبلي يمكن المياه من الانحدار باستخدام الجاذبية بدل من استخدام المضخات واستهلاك الطاقة الكهربائية.
تشغل تقريبا كمبيوتر اوتوميزيشن بنظام سكادا وبيلدينج ديزاين سيستم، فراح يكون عمالة التشغيل اقل بكثير من ما يكون عندك مضخات او تشغيل مانوال. السبب الثاني وسع المساحه الحقيقه في منطقه بريمان، مساحه واسعه. طبعا مساحه المشروع اللي هو المرحله الاولى 340 الف متر. كذلك من احد الاسباب الحقيقه ان الارض تملكها وزاره المياه وشركه المياه الوطنيه، فهذه كلها اسباب الحقيقه شجعت لبناء الخزانات الاستراتيجيه في الموقع في موقع بريمان. الطبيعة الجغرافية لموقع المشروع الجبلية كانت تقف عائقاً أمام تنفيذه، مما استوجب استخدام المواد المتفجرة لتهيئة وتسوية الأرض للبدء في البناء. كان في تنسيق بيننا وبين المؤسسة العامة للتحلية على أساس بس نعرف الماكسيموم هيد اللي ترسله التعب من الشعيبة للموقع بريمان. فاجتمعنا معهم أكثر من اجتماع وتوصلنا للارتفاع الكلي للمياه اللي هو تقريبا 95 متر فوق سطح البحر. بدأ المقاول أعماله، بدأ في أعمال تجهيز الموقع. سلمنا الموقع عام 2013 في شهر أبريل. بدأ في تسوية الأرض، تنظيف الأرض، أرض الموقع كان فيها مخلفات ودمار. كان في عندنا كميات هائلة من الصخر حوالي تقريبا 3 مليون متر مكعب لازم نشيلها. المعدات الموجودة في المعدات الثقيلة اللي مطلوب انها تشيل هاي عمليات الصخر للأسف يعني ما كان في مجال نشيلها، مما اضطرنا الى انه نتجه الى تقنية اللي هي التفجير. طبعا تحتاجها الى اخذ التصاريح من الجهات الحكومية المعنية، فبدأنا في عملية إزالة هذه الصخور من خلال هذه التقنية. لأنه طبعا من غير الممكن أن تنشئ خزانات بالمساحة هذه على أرض جبلية، فلا بد من تمهيد والتفجير الجبال هذه وعملها يعني أرض مستوية حتى نتمكن من إنشاء الخزان عليها. هنا كانت الحقيقة المفاجأة صلابة الصخر، فبالتالي تمت تعديلات، تعديل المناسيب، تعديل طرق التنفيذ بحيث تتغلب على عائق الصخر. تقريبا نص المشروع تم فيه التفجير. تم تفجير الجبل بارتفاع 20 متر، يعني 20 متر قص صخري، فيتم على دفعات الحقيقة حتى نجي إلى المستوى المطلوب، لأنه ما نقدر ننزل على المستوى، لو نزلنا أكثر على المستوى يصير في مشكلة في استقطاب المياه من التحلية. خلال يعني الفترة اللي عملية التفجير احنا زي ما حكيت لك يعني تحتاج الى جهد كبير، تحتاج الى لوجستيك، تحتاج الى يعني الى سيفتي. احنا كان في عندنا فريق من السيفتي امننا. الكميات اللي فجرنا فيها صخور اللي احتجنا فيها تفجير صخور في الموقع كانت تقريبا مليون متر مكعب التفجير. كميات الحفر كامل كانت تتجاوز 2 مليون متر مكعب. بعد كذا بدأنا أول ما بدأنا تجهيز الأرض وصلنا للمنسوب اللي هو منسوب الخزانات، بدأنا في تحديد مواقع الخزانات عن طريق الرفع المساحي اللي هو مساحيا بالضبط وين موقع الخزان بالضبط، لأنه الأرض كانت أرض بيضة وما هي محددة المعالم، فعن طريق الرفع المساحي والجي بي اي الجي بي اس ثم وضع القواعد الخرسانيه للخزان والفرشه الخرسانيه. طبعا كانت التجهيز للخزانات مش خزان، كانت تجهيز للخزانات كلها مره واحده على اساس يشتغل، يعني نبدا نبني المشروع مره واحده. ففي البدايه كان كميه يعني العمل كان مفتوح في جميع الخزانات. تنوعت طرق ومواد بناء الخزانات في كل مرحلة من مراحل المشروع، وذلك بحسب عوامل الوقت والحاجة التشغيلية
للخزان. هذا يعتمد على مراحل المشروع وعلى الحاجة لتوفير الخزن بسرعة. يعني كان في البداية الحاجة لتوفير أكبر أسرع بأسرع مدة كمية خزن لوجود بعض وكذلك بعض الأعطال، فكان جزء من المشروع قائم على الخزانة المعدنية. أما الجزء الأكبر والأهم كان مبني على إنشاء الخرساني، وذلك لاحتياجها لمدة طويلة في الإنشاء. إنشاء الخزانات الخرسانية بالحجم الموجود في المشروع يأخذ مدة فترة زمنية طويلة. المرحلة الثانية هو عن طريق إنشاء الخزان بنظام الحديد، هو أسرع صراحة من في التنفيذ من الخرسانة من الكونكريت. فكان عندنا معظم الخزانات الموجودة الآن عندنا كانت أول خزانة حديد، فهذا السبب اخترناها. صيانتها كل بعد 10 سنين تحتاج تفرغ الخزان، تدهن، يعني تتغلب على مشاكل كثيرة من ناحية التشغيل. إن حجم وضخامة هذا المشروع أجبرت القائمين عليه على استخدام عدة تقنيات في عملية تصميمه وتنفيذه. الخزانات طبعا كان فيها تقنية جديدة بسبب الارتفاعات، لأن ارتفاع الخزان حوالي 18 متر، قطر الخزان 120 متر، وهو من الخزانات الضخمة في العالم، يعتبر من الخزانات الميجا بروجكت يعني. فلذلك استعملنا تقنية شد الخرسانة من الداخل، نسميه التحزيم الداخلي للخرسانة، اللي هو بالإنجليزي بوست تنشنينج. وطبعا هذا البوست تنشنينج هو تقنية جديدة موجودة في الخزانات، لأنه الحقيقة ارتفاع 18 متر من الخزانات في كميات المياه الموجودة فيها 185 ألف متر مكعب كما يعني أسلفنا، يعني تحتاج إلى سماكة جدران هائلة جدا إذا ما اشتغلناش في هذه التقنية. فتقنية البوست تنشنينج هي يعني بتقوم بعملية تقليل سماكات الجدران، وبنفس الوقت بتكون هي تعطي سيف أكثر. لو أنا عندي قطاع معين بيتعرض لإجهادات، الفكرة أن أنا بعرضه قبل التحميل بإجهادات معاكسة، فبالتالي هو هيتعرض للضغط. أنا بعرضه لشد قبل ما يتعرض للضغط. لما المنشأ بيكون بداية متعرض لشد، لما يتعرض لحمل المية بيحصل تعادل، فبالتالي بنحتاج قطاع تقريبا تلت القطاع المطلوب. ايه الفايده من كده؟ الفايده اساسا ان انا بوفر مساحه كبيره جدا جدا، بوفر مش بس مساحه الخرسانات، كل الوسائل الحاكمه بعد الخرسانه، بحيث انه بدل ما كنا نستخدم مثلا 3 متر سماكه الجدار، لا الان سماكه الجدار عندنا 70 ملي. ومن المميزات ايضا انه تقدر تطلع في الارتفاع، فبدل ما بدل ما تبني خزان ارتفاعه 7 متر فممكن تبني خزان ارتفاعه الى 20 متر. فهذه من ضمن المميزات اللي موجوده في الخرسانه مسبقه الاجهاد اللي تم استخدامها في المرحله الاولى من مشروع الخزن الاستراتيجي. احنا بدانا فيها مع شركه يعني سب كونتراكتر اشتغل معانا طبعا باداره المهندسين الموجودين في الشركه عندنا. والحقيقه يعني كانت التنفيذ لهذا الخزانات كان يمشي بطريقه يعني سهلة. كان تقريبا الخزان في البداية يأخذ معنا الخزان الواحد تقريبا 8 أشهر، فكان مشي معنا في الموضوع هذا في الخزان في خزان أو اثنين. بعد كذا أصبح عندنا العمالة جاهزة ومهيئة، وأصبح موجود عندنا المهارة اللي اكتسبوها المهندسين اللي موجودين عندنا والعمالة اللي موجودين عندنا، اكتسبوا مهارة، فأصبح اختصرنا فترة إنشاء الخزان الواحد من 8 أشهر إلى 6 أشهر. ستة وخمسين عمود داخل الخزان الواحد في هذا المشروع. العمود الواحد طوله 18 متر،
الخزان الواحد قطره 120 متر، طاقة الخزان الواحد أيضا 188 ألف متر مكعب من المياه. الخزان يتكون من ثلاثة أجزاء تقريبا، القاعدة وجدران والسقف. طبعا هذه الأجزاء مترابطة وليس ارتباط كلي، بمعنى أنها مرنة يعني لا تسمح بتسرب المياه، ولكن في حالة الزلازل لا سمح الله أو في حالة الأجزاء هذه تتحرك بمرونة، يعني في سماحية بسيطة بين الجدار وبين الأرضية وبين السقف. طبعا هو بسعة 188 ألف متر مكعب بارتفاع 18 متر بقطر 120 متر. طبعا الطول هذا يسع إلى طائرتين جامبو 774. عندنا اثنين مداخل للمياه واثنين مخارج للمياه، وعندنا مخرج في الخزان لتنظيف الخزان في الحالات الطارئة. الحقيقة العمر الافتراضي للخزانات 100 سنة مع شرط الصيانة والتشغيل. نستخدم في الخزان نظام السولار بي لتحريك المياه داخل الخزان لزيادة عمر الافتراضي للمياه، بحيث أنه المياه ما تكون راكدة داخل الخزان. لأنه لو خزنا وعملنا دخول وخروج للخزان، في جزء من المياه راح تكون داخل الخزان ما تخرج حتى لو كان بدخول وخروج. فبوجود المكسرات هذه راح تطلع المياه، كل المياه اللي داخله تخرج وتدخل مياه جديدة. يتم تشغيلها عن طريق الطاقة الشمسية. المشروع يتكون من أجزاء مختلفة، من أهمها الخزانات وكذلك غرفة التحكم الرئيسية. منظومة من الخزانات مترابطة بمصدر المياه الرئيسي القادم من محطة التحلية في الشعيبة لخزن المياه، ومتكون مربوط بغرفة تحكم للتحكم بكميات الخزن ولقراءة كميات الخزن ولضخ الكميات إلى مناطق مختلفة من الشبكة عند الحاجة، مع مراقبة جودة المياه فيها وتنقيتها بالكلورين قبل ضخها للشبكة. اللي هو سوينا لها مبنى خاص لضخ مادة الكلور، هو غاز الكلور، ويتحول إلى ينخلط بالمياه القادمة من خطوط الشعيبة وتخش على الخزانات. فوجود الكلور هذا يساعد على عدم ونمو البكتيريا والطحالب والجراثيم. المشروع عبارة عن 11 خزان، زي ما قال الزملاء سعة كل خزان 180 ألف متر مكعب، ال 11 خزان 2 مليون متر مكعب. طب دي هتكفي جدا لمدة كام يوم؟ هي ترجع لاستهلاك المواطن. لو اعتبرنا ان هو المواطن هيستهلك 8000 متر مكعب في اليوم، هتكفي جدا لمدة 10 ايام. احنا في عام 2015 كان في بعض الاعطال وبعض الاعمال الصيانه الطارئه، ولله الحمد لم يشعر سكان جده بنقص المياه، وكانت يعني هذه لاول مره، وبسبب دخول مشروع الخزن الاستراتيجي حيث لم يتاثر كميه المياه التي تغذاها مدينه جده باي شكل، وذلك باستخدام الخزن الاستراتيجي. يستطيع الخزن الاستراتيجي على حسب نقص المياه ان يوفر في بعض الاحيان لاكثر من شهر ونص أو شهرين من نقص المياه، وتقل وتزيد حسب النقص الحاصل بسبب الطوارئ أو الصيانة. يعني عشان أكون إجابة دقيقة للموضوع، إذا كان مثلا نقص مياه جدة 100 ألف متر مكعب في اليوم، فإذا عندك أنت 2 مليون على 100 ألف يكفيك المشروع هذا إلى 20 يوم. إذا كان النقص 400 ألف يكفيك 10 أيام وهكذا. للحاجة الماسة لمشروع الخزن الاستراتيجي
كانت شركة المياه الوطنية مع اكتمال كل خزان تقوم مباشرة بإدخاله للخدمة، وذلك للاستفادة من هذه الخزانات في إدارة بعض التوقفات الطارئة والخارجة عن الإرادة لمحطات التحلية. كان هناك يعني تارجت على شركة المياه الوطنية بيحتاجين إلى خزانات تدخل الخدمة بسبب أحيانا النقص اللي بصير في 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 جدة نتيجة الحاجة للمياه. طبعا الخزان أول ما نعمل له التستنج والاختبارات الكاملة للخزان والتنظيف على طول ينزل في الخدمة، على طول نعبيه ونسلمه للتشغيل ويبدأ نستخدمه على طول، يعني ما ننتظر المشروع ينتهي كامل ونسلمه، لا كان في تسليم جزئي للمشروع. اشتغلنا على عملية أكسلريشن لتسريع الخزانات، بدأنا في خزانات 2، 3، و4 لهن هذول أول خزانات، وتم الحقيقة الانتهاء منهم في شهر أبريل وتم إدخالهم في الخدمة في شهر أبريل، وأصبحت يعني تتابع عملية خلينا نقول لمواجهة النقص اللي بصير في محافظة جدة. ثم بعد 3 و4 بعد خزان 3 و4 بدأنا في 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 خزان 5 و6 و7 و1 و2، يعني خلال عام 2014 كان عندنا 7 خزانات تم تسليمها لشركة المياه الوطنية تسليم رسمي، وأيضا دخلت في الأوبريشن هاي الخزانة. لضمان جودة المياه داخل الخزانات يتم إجراء اختبارات مستمرة على مدار الساعة. النظام الضخ الداخل على مشروع الخزن وفي الخزانات والخارج أيضا إلى الشبكة مربوط ببرنامج لمس لمراقبة نوعية المياه، وهو عبارة عن تحليل لحظي مربوط بغرفة التحكم لجودة المياه على مدار الساعة. هذه تعتبر أحدث تقنيات تحليل جودة المياه، وتستخدمها شركة المياه الوطنية في مشاريع الحساسة بالنسبة لها مثل الخزن الاستراتيجي، كذلك أعمال الحج في المشاعر المقدسة تستخدم تقنية لمس اللي هي التحليل اللحظي للمياه. يتم هذا كله عن طريق غرفة العمليات، غرفة العمليات تدار بكوادر سعودية حقيقة، ويتم نقل المياه من خزان لخزان وضخ المياه إلى خزانات الحديد الخزانات التشغيلية ومن ثم إلى الشبكة، كلها عن طريق التحكم في غرفة العمليات. تكلفة المشروع 750 مليون ريال، 3/4 مليار ريال، والحقيقة أصبح المشروع بعد الحلم من القيادة الرشيدة إلى الواقع كما تشوفوا في الوقت الحاضر، والآن بمد مدينة جدة في أي انقطاع للمياه يصل كمية الخزن فيها إلى 4 مليون متر مكعب، تكون جاهزة بإذن الله في عام 2016 ميلادي، والمرحلة الثالثة تليها توفر بالإجمالي 6 مليون متر مكعب من المياه، باعتبار أنه جدة بالكامل تستهلك في حالات التحفظية حوالي 900 ألف متر في اليوم. إضافة إلى موقع الفيصلية في شارع المكرونة في جدة، في وسط جدة، 1 مليون متر مكعب، إضافة إلى أنه مستقبلا سوف نتحصل على أرض في أقصى جنوب جدة لتغذية جنوب جدة ب1 مليون متر مكعب، وأقصى شمال جدة لتغطية شمال جدة ب1 مليون متر مكعب، وهذه جاري البحث والدراسة لها. مشروع الخزن الاستراتيجي في محافظة جدة فرض تميزه على المستوى العالمي كمنجز وطني أصبح واقعا ملموسا، حقق نجاحا كبيرا، واستطاع أن يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر خزن استراتيجي لمياه الشرب في العالم، والذي يأتي ضمن مجموعة متكاملة من المشاريع والخطط البعيدة المدى لدعم الأمن المائي وتنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين أيده الله. حقيقة كخطط تشغيلية هذا يعتبر من أهم
وأعظم المشاريع اللي قامت بها شركة المياه، حيث أنه يؤمن المواطن المياه في حال وجود النقص، وكذلك عدم التأثير على الخطة التشغيلية للمياه والتوزيع المياه لأحياء وسكان جدة في حال وجود النقص بسبب صيانة أو أعطال لا سمح الله. يعني زي ما تفضلت، يعني المشاريع هذه مشاريع جبارة، نحن بنحاول الحقيقة ننمي الكفاءات السعودية اللي شاركوا في إدارة المشروع، وتم تدريبهم على يعني تدريب كامل عن طريق الاستشاري العالمي اللي معانا، وعن طريق دورات خارجية، كذلك استقطاب الحقيقة طلبة الهندسة. بكل سنة نستقطب عدد من الطلبة، تقريبا 6 طلبة من عدة جامعات، جامعة الملك عبد العزيز، جامعة أم القرى، جامعة البترول، لتدريبهم على حقيقة صقل مواهبهم في المشاريع الكبيرة مثل هذا المشروع. وبالتأكيد يعني هذا المشروع من المشاريع الجبارة على مستوى العالم وليس على مستوى المملكة العربية السعودية. أبرز ميزات هذا المشروع هو حجم الخزن أولا، ونوعية الإنشاء والجودة في الإنشاء. التصميم كان من نوع استراتيجي، إن هو أفضل شركات التصميم في العالم، مع وجود الطرف شركة المياه الوطنية لحظة بلحظة مع الاستشاري، فبالتالي بتتنقل استراتيجيا كل خبرات التصميم العالمية للمملكة العربية السعودية، وده هدف أساسي استراتيجي. من استخدام للطاقة الشمسية في تدوير المياه في الخزانات، إلى التحليل اللحظي في لجودة المياه، إلى توفير في استهلاك الطاقة، نقدر نسميها الإفشنسي في استخدام الطاقة الكهربائية، بحيث أن المشروع بيضخ المياه للشبكة يستخدم أقل قدر ممكن من الطاقة الكهربائية. على مدى عامين كاملين أكثر من 3000 عامل كانوا يعملون هنا في هذا الموقع لإنجاز هذا المشروع في الوقت المحدد، ولله الحمد هذا ما تم. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أنقل لكم تحيات كافة الإخوة الزملاء، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.